وسط الإقبال الكثيف فدوى على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق قبل أيام والذي سيستمر حتى يوم 5 فبراير، اندلع جدل حول أزمة منع لكتب من المشاركة في هذا المعرض. الجدل الأبرز باسل هذا العام كان حول كتاب بعنوان صحيح البخاري نهاية أسطورة للكاتب المغربي رشيد أيلال. الجمارك المصرية صادرت الكتاب قبل دخوله إلى مصر ومنعته بالتالي من المشاركة في معرض الكتاب، وفي منشور على فيسبوك علق طبعا الكثير من المثقفين المصريين، والكاتب خالد منتصر كتب: المفروض تناقشوه وتردوا عليه، لا أن تصادروه. معرض الكتاب ليس مجرد قاعات رخامية ومبان فخمة، ولكنه قبل ذلك انفتاح على كل الأفكار، الأفكار لا تقمعها الحماية الجمركية. أما المفكر المصري طارق حجي فكتب: صحيح البخاري نهاية أسطورة، أيا كانت الجهة التي صدرته، يؤكد وجود دولة مستقلة داخل مصر غير الدولة المصرية وأسماها بإمارة الكاكولا. كتب الصحفي أيضا مصطفى ماهر: السنة اللي فاتت كتبنا عن الكتاب في مجلة روزا اليوسف باعتبار أن الصحافة دورها دعم التنوير ومواجهة الجهل، وكثير من الناس سألتني عن الكتاب وكانوا مستنيين يحصلوا على نسختهم من معرض القاهرة للكتاب، ولكن تم منع الكتاب من التداول وحرمان الناس من حقها في المعرفة. وحول هذا الموضوع معنا من مراكش الكاتب رشيد أيلال عبر الهاتف. صباح الخير سيد رشيد. في مثل مصري يقول يعني هو أنت غلطت في البخاري، وواضح من وجهة نظر الجمارك المصرية أن فعلا الكتاب غلط في البخاري. برأيك لماذا صادرت الجمارك هذا الكتاب؟ والله العلي العظيم، بعد يعني قبل ذلك اهلا بكم وشكرا على اهتمامكم. بالنسبه للاسباب يعني الكامنه وراء مساله مصادره كتاب ومنع دخوله الدوله المصريه، هو انا يعني لا اتدخل في الشؤون المصريه، فهذا شان الدوله، لكن في الحقيقه لا اجد اي تفسير واي مبرر منطقي لمصادره كتاب يحاول ان يناقش كتاب لشخص آخر، يعني كتاب بشري. كتاب صحيح البخاري هو كتاب بشري، لا أجد أي تفسير أو أي تبرير لمنع يعني تداول ودخول هذا الكتاب. ولكن أستاذ رشيد، لم تكن القاهرة وحدها التي صادرت الكتاب، بل سبقتها أيضا الجزائر. ما هي الأبواب المثيرة للجدل في هذا الكتاب التي أدت إلى منعه؟ والله الكتاب هو دراسة في علم المخطوطات، حاولت أن أدرس مخطوطات صحيح البخاري، فوجدت أن أقدم مخطوطة موجودة في العالم لصحيح البخاري توجد بعد 239 سنة على وفاة البخاري، فتساءلت من الكتاب ما الذي يربط هذا الرجل بهذا الكتاب، وهو الكتاب أصلا لم يظهر إلا بعد وفاته بستة أجيال. فتساءلت يعني وشككت في مسألة علاقة البخاري بهذا الكتاب فقط. فإذا كنت مخطئ أو كنت مصيب فالأمر يناقش، يعني الحجة تقارع بالحجة والفكرة تقارع بالحجة لا بالمنع، خصوصا أن الكتاب يعني لا يدعو إلى تطرف ولا يدعو إلى كراهية ولا يدعو أي شيء، هو يناقش فكرة أصالة كتاب صحيح البخاري فقط. أستاذ رشيد، في زمن الإنترنت هل تعتقد أن تنجح مصادرة الكتب في منع الأفكار من الوصول إلى الناس؟ والله في زمن الإنترنت أن مصادرة الكتب يأتي بطريق بنتائج عكسية، يعني يصبح الإقبال عليها بشكل أكبر، ولعل أكبر مثال على هذا هو صحيح البخاري نهاية أسطورة وما وقع في مصر. تم تحميله على مواقع السوشيال ميديا يعني لأزيد من 100,000 مرة خلال 48 ساعة، في حين أن النسخ التي كانت تدخل مصر لا تتجاوز 100 نسخة. فيعني أعطى نتائج عكسية وأقبل الناس على الكتاب بشكل كبير جدا، وهذا قد أفرحني بطبيعة الحال، رغم أنه قد أحزنني أن يكون يعني اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب في مصر الأنوار، مصر التاريخ، مصر الحضارة،
ويمنع كتاب في الاحتفال باليوبيل الذهبي لهذا المعرض العريق. هناك من يرى أن الجدل الذي يرافق منع ومصادرة الكتب يكون ربما بمثابة تسليط ضوء أكثر على هذه الكتب، هل هذا هو ما تعنيه بالضبط أو هل هذا هو ما حدث؟ نعم هذا هو ما أعنيه وهذا هو ما حدث، الواقع يؤكد هذا، وبكبسة زر يعني ممكن أن تكتب صحيح البخاري نهاية أسطورة لتجد على مستوى البحث في جوجل أنه يحتل خلال 48 ساعة الأخيرة المرتبة الأولى في البحث على كلمة صحيح، فور كتابة كلمة صحيح يصعد لك يعني في المرتبة الأولى صحيح البخاري نهاية أسطورة، ووصل عدد يعني المواقع التي تناولت البحث إلى أزيد من 300 ألف موقع، هذا شيء يعني أصبح كاسح يعني. ولكن سيد إيقاف 100 نسخة نعم سيد رشيد، البعض يقول أن ممكن أن المصادرة والمنع مرات ينجحوا في أنهم يخلوا الكتاب يراجعوا أفكارهم الجدلية ويمشوا مثلا جنب الحيط، شن رأيك في الموضوع؟ والله يعني المنع أبدا، يعني عندما أريد أن أقنع كاتب علي أن أقنعه بخطئه لا أن أقوم بتكميم فمه وكسر قلمه، بل علي أن أناقشه وأناظره، وكتاب يرد عليه بكتاب آخر والدعاء يرد عليه بحجة، فالمنع غالبا ما يأتي بنتائج عكس ما يطمح إليه المانع، ثم إن أحيانا المانع يظهر نفسه أنه لا يقدر على المواجهة فيقوم بكسر قلم الكاتب أو بتكميم فمه، وهذا شيء يؤدي أيضا لنتائج عكسية على ما يريده ضد ما يريده المانع، لذلك فلا يمكن إيقاف فكرة إلا بفكرة أخرى، ولا يفل الحديد إلا الحديد. نعم. المنع لا يواجهه بالفكرة. شكرا. والأفكار تطير لها أجنحة. شكرا لك الكاتب المغربي رشيد أيلال من مراكش، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.